النول عبارة عن برواز خشب، مكوناته ملفات، نير، مشط، دف، دواسات. ممكن المكوك اليدوي العادي، وفي عندي مكوك اللي هو الأمشة، ده عبارة عن كف بيشد للفتلة كده، بيمشي المكوك بعجل على الدف من جوه داخل الخيط. العادي بقى اللي هو الصنايعي بيمسك المكوك بيحذفه بايده اليمين يقابلها بايده الشمال وهكذا رايح جاي. في عندي بالنسبه للدوس اليد اللي الرجل، في عندي بيشتغل من دواسين 4 6 8 في اواخر الثمانينات مع بدايه حرب الخليج، ابتدى الكرداسه تشتهر في الخليج وفي العالم كله، والحمد لله يعني دي بقول اخر ما تبقى من النسيج اليدوي او النول اليدوي. اصغر واحد عنده 62 63 سنه، ما فيش شباب، المهنه طبعا بتنقرض. احنا بنشتغل الشغل ديت طبعا اتعلمناها من جدودنا الكبار، وده طبعا النول ده تاريخ قديم، يعني ابهاتنا وجدودنا دول اللي كانوا مصممين، يعني ده الحاجات دي تاريخيه فعلا. يعني احنا اتعلمناها واحنا صغيرين، صبيان صغيرين، لغايه ما اتعلمنا من ناس اكبر منا، كل واحد بيعلم الثاني. اما الوقت ما فيش حد بيتعلم، لان مهنه طبعا يعني كلها فن بس فيها صعوبه وعايزه صبر. الشباب النهارده كله مستعجل، في وقت مكن بيطلع والكلام ده كله، فطبعا ده مش زي المكن، ده احسن من المكن. يعني انا ممكن اشتغل حاجه ب10 من ده، 10 من برسم بالمكوك، مش رسم بريش ولا طابع بمكن، رسم بيطلع مع الشغل، بتطبع الرسمه بتطبعها مع الشغل بالقصب، بتطلع انا بدوس كده واروح اعمل كده، فده بتاخد وقت. لو عايز ارسم سفينه مثلا، شجره، حافظها عارف ايه، ده قصب غير ده اللي بيترسم به بالوانه كلها، يعني عايز احمر اصفر. انا دايما بقولها هنموت مع المهنه، يعني المهنه كل واحد فينا خلاص خد المهنه بتاعته، فكرها، اسرارها، هتموت معانا. لكن مفيش تطور طبعا في النسيج اليدوي اكتر من اللي احنا فيه، ان التطور بتاعه ان احنا بعد كده بنخش في جكار، وده يبقى ضاع القيمه والتقنيه بتاعت النسيج اليدوي. الاستمراريه للاسف يعني اخر ناس هتبقى. النهارده كان كل بيت في كرداسه كان في بدل النول بالعشرة وبالمية الناس بتشغل، النهاردة يتعدوا على أصابع اليد إذا كان عندي أو برة، لكن بسيطة جدا. والحمد لله لنا المنتج، في اللي بيقدره وفي اللي بيعرف تعب العامل فيه، ونتعشى من أنه ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة. وده قصة النول اليدوي، وهو حاجته بسيطة، أدواته بسيطة، بس اللي شغال عليه للأسف مفيش حد شغال عليه.